تتأثر البشرة بالكثير من العوامل التي تؤدي إلى ضعفها، وطبعا مع قرب دخول فصل الصيف تبدأ العطلات والسهر ويبدأ الحر، وتبدأ الناس تروح إلى الشواطئ وحمامات السباحة. ومثل ما هو معروف فإن الحر والشمس والسهر تأثر على البشرة وتضعف مناعتها. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف ويانا مروة الصباغ، وهي خبيرة تجميل، عسبة ناخذ منها المعلومات كيف نحافظ على بشرتنا وتتم نظرة وحيوية. يا هلا ومرحبا، صباح منورة معانا مروة. حبيبة قلبي، شو اخبارك؟ الحمد لله ومنورة طيب. معانا واستويتي من رسالة مساء الامارات حبيبتي. يا هلا ومرحبا. خلينا نتكلم في البداية عن انواع البشرة وكيف نقدر نعطي لكل بشرة حقها. اوكي، اول شيء عندنا اربع انواع بشرة: جافة ودهنية ومختلطة والحساسة. طبعا الاحسن الانواع البشرة الجافة، انا افضل بشرة ليش الجافة. ليش في نظرك الجافة احسن من غيرها؟ لانها ما بالكبر، مع الكبر ما تتجعد بسرعة. الشيء الثاني ان نرطبها بسهولة. صحيح. عندك المختلطة تكون فيها التي زون اللي يكون هنا حرف التي، حرف التي هذه وتكون بها مثل البقع. صحيح. اوكي، فهذا علاجها شوية صعب. عندك الحساسة تتأثر من كل شيء، هذه انا. فالحساسة تتأثر من كل شيء وشوي صعوبة في علاجها وصعوبة. صحيح. اختياراتها الكريمات، الميك اب، كل الشيء يخص البشرة شوي يكون صعب. زين. وعندك الأربعة، يعني كل وحدة لازم تعرف كيف نوع بشرتها وكيف تتعامل معه. زين، في ناس وايد تسأل خصوصا البشرة الدهنية، يقول لك نحن نعاني من علاج البشرة الدهنية أو طريقة استخدام الكريم، لأنه مجرد ما يحطون الكريم يحصون زيت في وجههم. هذول شو نقدر ننصحهم فيها؟ طبعا لازم تروح لدكتور مختص، تاخذ الكريمات اللي تناسب بشرتها وتجفف لها المواد اللي تطلع من وجهها، وتستخدم اشياء تجفف البشره. يعني مثلا انا احب بشرتي تكون جافه دائما، فاحاول استخدم الغسول، الكريمات، المرطبات اللي تخلي بشرتي دائما جافه. جميل. طبعا نحن عندنا يعني الحمد لله يعني الصيف حر جدا جميل عندنا، واغلبيه الناس يروحون البحر عسبه التانيق وتلوين البشره الى اخره، بس في ناس ما تحب ان بشرتهم تسمر، فشو نقدر نصحهم عسبه بشرتهم تتم بيضه ويحافظون عليها على اللون الاساسي اللي موجود؟ طبعا لازم كل احد يستخدم واقي الشمس، سواء من الشباب او البنات لازم واقي الشمس. جميل. وبما ان احنا بالخليج والشمس عندنا عموديه وحاره وجميله جدا، لازم يكون الاس بي اف من 40 وفوق. جميل. انصح به من 40 وفوق ضروري، يعني مش مجرد بس يحطونه قبل لا يتعرضون للشمس، ممكن يستخدمونه حتى قبل المكياج. النساء قبل المكياج بالنهار دائما، قبل المكياج تطلعين برا، حتى لو بس ان تتعرض بشكل بسيط للشمس، انه طلعه خفيفه او شيء، لازم تستخدم الاس بي اف فوق ال40. جميل. نحن طبعا مروه ما شاء الله يعني دبي فيها اكثر من فئه من الناس من حول العالم ما شاء الله، يعني لا ما تبارك الرحمن، في ناس يعانون من النمش وخصوصا مع تعرضهم للشمس يمكن يزيد عندهم في جسمهم او في وجههم. في ناس ما تحب انها تطلع والنمش على وجهها، يقول لك اني انا انحرج اطلع في مكان او في مناسبه تكون موجوده. كيف نقدر نخفيها بطريقه سليمه اننا نخفي النمش؟ طبعا طريقه اخفاء النمش عندنا طريقتين، الطريقه المتطوره بالطب اللي هي بالليزر، وعندنا الطريقه البسيطه واللي ما تكلف بالمكياج. فراح اول شيء ننظف البشره بشكل جيد بمقشر، بعدين نحط البرايمر، بعدين نحط الكونسيلر على نقاط النمش بس، وبعدين نحط الفاونديشن ونكمل المكياج. هذه الطريقة سهلة وما تكلف. وعندنا الطريقة الثانية اللي هي بالليزر وبالعلاج يعني عند الأطباء. جميل. نحن طبعا بما أننا نحن الصيف جاي عندنا والناس تقول لك يعني النهار طويل والليل قصير، فمنهم ما ينتظر الليل عسبة مثلا يطلعون يسهرون يلتمون ربيعاتهم مع بعض أو إلى آخرها أي مناسبة تكون موجودة، فكيف السهر يأثر على الشخص إذا ما كان نايم كفاية؟ كيف يأثر على بشرته؟ وشو ننصحهم أن يدارون هذا الشيء أساس أن تتم نظرة وفيها حيوية بشرتهم؟ طبعا النوم جدا 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 مهم للبشرة، سمعوا يا بنات. أكيد. يا شباب. لازم كل أحد ينام 8 ساعات أقل شيء، هذا أقل شيء 8 ساعات، ويسمونه بيوتي سليب. جميل. أوكي، هذا النوم طبعا خلال فترة الليل. خلال فترة الليل، لأنه يتحفز عندنا هرمون يعيد بناء ويجدد الكولاجين والأنسجة. صحيح. ويحفز كثير أشياء داخل الجسم. طبعا هذا سبحان الله، يعني الله طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان. مروة، شو ضرورة كريم الليل قبل النوم
وتنظيف البشرة من المكياج أو من الشوائب اللي تكون موجودة ما قبل النوم. مش بس بالليل، مش قبل النوم بس، بالنهار في الصبح. في بنات نحن عنا ينامون في المكياج، يعني أنا أسفة أقول المعلومة، يرقدون في المكياج، يرقدون برموش، يرقدون في كل هذا. وقت. بالضبط. هذه تجعد من وقت، يطلع فيها حبوب، يطلع فيها بقع، يعني هاي البشرة خلاص تتدمر. يعني أي بنت تشتغل يعني فترة طويلة خلال النهار، أنا أنصحها أنه لازم تروح تسوي جلسات فيشل كل أسبوع مرة. هذا أقل شيء. هذا أقل شيء لهذا اللي يشتغلون، مش بعد تنام بالمكياج. فالبشرة خلاص تتدمر. في معلومة أنا عرفتها صراحة من خبيرة بشرة، قالت أن يا بنات بشرتكم مثل أظافركم، أنتوا يعني أقل ما فيها تنظفونها مرتين في الشهر، ثلاث مرات في الشهر، كذلك الوجه يطلع عليها طبقة ولحم زائد وشوائب تكون موجودة، المفروض أنها تتنظف أول بأول لأجل يتم الرونق. هذه المعلومة مش صحيحة؟ بس البشرة والأظافر والشعر، أنا صحيح. دائما أنصح فيهم، لازم الوحدة تعتني في أظافرها وشعرها وبشرتها. وطبعا فترة علاج البشرة هو شوي حساس، لأنه لازم يومياً صبح ومساء تستخدمين الغسول الصبح، وبعد التونر، وبعد الكريمات النهار، ونفس الشيء بالليل. جميل. ولازم كل أسبوع تكون، البنات اللي يحطون ميك اب كثير لازم كل أسبوع تخضع لجلسة فيشل تمضيف. مع ماسكات، تقدر يسوون ماسكات طبيعيه طبعا. في ماسكات عندكم في المركز متنوعه، ممكن ان كل شهر تسوي جلسه تختلف عشان البشره تستفيد. طبعا عندنا خاصه لتبييض البشره جلسات تكون اسبوعيا، عندنا جلسات للفيتامينات. جميل. تعطي فيتامينات للبشره شهريا او كل اسبوعين مره، يعني حسب امكانيه البنت. جميل. طب مروا اذا تكلمنا عن الناس اللي يقولك انا اخاف من الماسكات او خوفا من بشرتهم حساسه، ممكن انه ما يناسبهم يعني لعدم ثقافتهم في المواد اللي يستخدمونها للبشره، الشيء الطبيعي اللي ممكن يستخدمونه على وجههم مثل الروب، الخيار، الاشياء اللي يستخدمونها من الطبيعه. طبعا كل ما تعطين الشيء تاخذين من عنده زياده، كل ما تعطين بشرتك، كل ما تهتمين فيها، كل ما يكون فيها نضاره زياده، المكياج يقعد عليها احلى. يعني إذا بشرة فيها حبوب مش صافية، يعني حتى المكياج ما راح يكون عليها حلو. صحيح، أكيد. دائما أنا أنصح البنات اللي يجوني العرايس بالتحديد أنه لازم يهتمون بالبشرة من وقت، يعني قبل شهور. فنقدر نسوي بالبيت روب وعسل، قشطة وعسل، زيت زيتون. هذا بناكله، ما بنحطه على البشرة. ناكله مرة واحدة. أنا أنصح يعني الصراحة، بما أن إحنا الطب تطور كثير. أكيد. عندنا كثير ماركات، عندنا كثير كريمات، وطبعاً في أسعار مش غالية، يعني تناسب الجميع. تناسب الجميع في الصيدليات، فإن هذا ممكن نستخدمه أحسن عن هاي الأشياء. هذه الأشياء أنا أنصح فيها دائماً أن الواحد لازم يأكلها ويتغذى، ويغذي جسمه من الداخل على مود يعكس على الخارج. هذا الأساسي طبعاً. وأكيد لازم يأخذون المكملات الغذائية ضرورية. أكيد. والأكل الصحيح أكيد، يعني أكل الصحيح أكيد ينقلب طبعًا على البشرة وعلى أكيد. الجسم أكيد طريقة الأكل اللي تكون. مروة، أنت كخبيرة تجميل، نصيحتك للبنات وخصوصا حين في فصل الصيف داخلين عليه. طبعا أنا نصيحتي، اسمعوا يا بنات، اسمعوا يا بنات وايد عدل الكلام هذا من خبيرة التجميل، خذوه بعين الاعتبار. تفضلي مروة. أول شيء واقي الشمس هذا ما تستغنون عنه. أكيد. مرطبات البشرة، كل وحدة تختار الكريم المرطب اللي يناسبها. اسمعوا، غرشة الماي، كل وحدة تمسك غرشة ماي خلال النهار، لازم تكثرون من شرب الماي، لأن احنا جونا وايد جاف وحار، فلازم احنا نرطب جسمنا كامل، بشرتنا. يعني الماي يخلي البشرة أصلا رطبة. صحيح. هم يهتمون من الخارج وليس من الداخل، لأن الجسم يفرز ويطلق هذا الشيء على البشرة مشاهدينا، فضروري يكون من الداخل للخارج، وكذلك الكريمات تساعد من الخارج إلى الداخل، مكملات لبعض. طبعا لازم ماي وايد مفيد، فيتامينات، السوائل، العصائر، هالأشياء، الخضروات، الأشياء اللي تعطينا فيتامينات من الداخل اللي إحنا نحتاجها، هذا الشيء راح يعكس على بشرتنا يعني أكيد راح يجرب عليها أكيد. طبعا إحنا شكرا لوجودك معانا، وإن شاء الله ياخذون بعين الاعتبار كل النصائح اللي عطيتينا إياها، وما نخلى من شوفتك الحلوة أكيد، ما نغنى عن النصائح. شكرا على ضيافتكم اليوم. هذا واجبنا أكيد.